عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في غيوسير من باك. اليوم باش نوريكم سحر ياسر 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 قوي. دونك السحر هذا تنجمو بعد ما تفرجوا فيه تعملوه لامكم لبوكم لخواتكم لصحابكم، توريهم قداش نتوما قويين في الحساب. يعني نبداو توا فيه وهو يبدا يقول، مثلا تقول اللي باش تعمله له تقول له اختار عدد ما بين 33 و 99. ناخذ احنا في المثال بتاعنا، مثلا 33، تحط 33 على جنب هنا، وتوا تبدا تعمر الجدول اللي حضرته انا هنا. دونك هنا نبدا نعمر 5 من هنا 7 6 0 16 13 10 14 2 15 هنا 1 من هنا 8 9 وهنا 3. هكا كملنا توا عمرنا الجدول بتاعنا. اما توا شنو الحاجات اللي بها في معناها شنو هو السحر هنا، اللي هي كما تشوفوا هنا نعملوا مجموعة متاع هذا مجموعة متاع هذا مجموعة متاع هذا والمجموعة متاع هذا. تشوفوا هذا مثلا معناها عندنا 0 مع 16 مع 10 26 مع 7 33. كيف هنا 6 مع 11 17 مع 13 30 مع 3 33. 15 و 1 16 24 33. كيف دونك هنا 12 17 19 33. دونك كلهم مجموعة نتاعهم يجيو 33. ما نكملوش بالطبيعة، حتى كي نعملو هذوما يعني 12 مع 15 27 مع 3 يولي 33. 5 1 6 مع 11 17 مع 16 يساوي 33. 2 مع 8 10 وهذايا 23 33. 14 9 يعطيو 23 مع 3 يعطيو 26 مع 7 يعطيو 33. كيف كي ناخذو هذا وناخذو هذا، يعني 12 مع 1 مع 13 مع 7 كي تحسبوها تلقاها 33. 14 و 8 مع 11 مع 0 تلقاها زادا 33. هذا هو السحر، معناها تولي جمجوم تاع حساب. اما هنا ما كملناش، دونك يدخلوا الاربع هذوما والاربع هذوما والاربع هذوما وهذوما وهذوما، نعمل الحسبة نتاعهم معناها 0 16 11 و 6 يساوي 33. دونك هنا عندنا 10 و 3 13 و 13 26 مع 7 يساوي زادا 33. هنا كيف الاربع هذوما يعطيو 33، والاربع هذوما زادا 8 و 2 10 و 14 و 9 23. 23 و 10 يعطينا زادا 33. دونك كيف هنا 15 و 5 20، 32 بال 12 مع 1 33. دونك هذوما هما الحساب الكل. وبالطبيعة احنا هنا ما كملناش، وكي نجيو زادا نحسبو الزوز الاربع هذم والاربع هذم، يعني هنا 13 و 3 9 و 8 يعطينا بالطبيعة 33. 6 و 11 و 1 و 15 يعطينا زادا 33. حاجة أخرى باهية هنا، كي ناخذ هذا وهذا وهذا وهذا، معناها 0 مع 7 مع 14 اللي هو 21 مع 12 بالطبيعة تجيني 33. نمشيو أكثر، ممكن ناخذ توا العدد الزوز هذم والزوز هذم، يعني 3 و 9 12 مع 6 18 مع 15 يعطيني بالطبيعة 33. يعني هذا هو السحر نتاع اليوم، وهنا بالطبيعة تنجموا تعملوها لأي صاحب تعرفوه.